نطالع مشاهدينا من صحيفة النهار اللبنانية، كل ما نعرفه عن الملح قد يكون خاطئا. أثبتت دراسة حديثة أجريت على رواد فضاء الروس في ظروف تناسب السفر إلى الفضاء، أثبتت أن تناول كثير من الملح جعلهم أقل عطشا ولكن أكثر جوعا إلى حد ما. ونطالع مشاهدينا من صحيفة الغد الأردنية، مسكنات الألم تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية. كشفت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين تناول جرعات عالية من مسكنات الألم من مضادات الالتهاب غير الاستريترويدية والإصابة بالنوبات القلبية، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن أخطار الإصابة بالنوبات القلبية بين أولئك الذين يتناولون هذه العقاقير تكون أعلى خلال 30 يوما من بدء استخدامها. صحيفة القبس الكويتية مشاهدينا عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: ثلث الأدوية الأمريكية تسبب آثار جانبية. كشفت دراسة علمية حديثة أن نحو ثلث الأدوية الأمريكية تتسبب بآثار جانبية لا ترصد إلا بعد تسويقها من قبل الوكالة الأمريكية للأدوية والأغذية. وتعد العلاجات البيولوجية لتحفيز الجهاز المناعي والأدوية من أكثر العقاقير التي قد تكتشف لها آثار جانبية جديدة بعد تسويقها. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية: مشروع تطوير لقاح مضاد لتسوس أسنان الأطفال. يعتزم أطباء الأسنان في المعهد الأمريكي لأبحاث الأسنان تنفيذ برنامج يهدف إلى استئصال تسوس الأسنان نهائيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أخفقت كل السلطات المسؤولة عن تخفيف آثار المنتجات السكرية خاصة بالنسبة للأطفال، والتي أدت إلى تسوس أسنانهم منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا.